هنطلع مع حضراتكم وتقرير للزميلين خالد المشنب وتقرير للزميل خالد المشنب من محافظة سوهاج. إيمانا من جامعة الأزهر بدور البحث العلمي المتخصص في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وحل مشكلاته وتطويره، نظمت وحدة ضمان الجودة ومعيار البحث العلمي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج حفلا متميزا لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين أسهموا بنتاج علمي متميز في خدمة قضايا المجتمع. وعلى هامش الاحتفال تم افتتاح معرض لمؤلفات السادة أعضاء هيئة التدريس والذي شمل جميع الأقسام العلمية بالكلية، وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من جميع منسوب الكلية والمجتمع الخارجي. ضمن أنشطة كلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات بسوهاج التوعوية والعلمية أقيمت اليوم، طبعا أقيم اليوم نشاطان. النشاط الأول كان ندوة عن التطرف الفكري أسبابه وعلاجه، وحضر فيها الدكتور سعد حلف، وكانت ندوة ثرية أفاد منها الطالبات والحضور جميعا من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة. ثم النشاط الآخر الاحتفالية التي تقيمها الكلية للبحوث المتميزة علميا في خدمتها لقضايا الواقع والمجتمع، وهي البحوث التطبيقية التي تتناول قضايا واقعية. ثم يقام على هامش هذه الاحتفالية أيضا معرض كتاب لمؤلفات السادة أعضاء التدريس في الكلية. وطبعا هذا النشاط العلمي الذي نقيمه للبحوث المتميزة في خدمة قضايا المجتمع وقضايا الواقع أقمناه العام الماضي، وهذا العام نقيمه للمرة الثانية. ولله الحمد هناك بحوث كثيرة من السادة أساتذة الكلية، السادة أعضاء التدريس، تقدم يعني حلا لمشكلات عصرية واقعية وأيضا شرعية يعيشها الناس في حياتهم، وبالتالي طبعا يقدم لها العلاج من منظور شرعي منظور إسلامي، طبعا وفق منهجية الأزهر الشريف الوسطية التي تعرض حل المشكلات وفق سماحة الإسلام ويسر الإسلام. ومن هذا تهتم الكلية، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، بمثل هذه البحوث وتحفز وتشجع السادة أعضاء التدريس على الكتابة في مثل هذه الموضوعات التي تخدم قضايا المجتمع والقضايا الواقعية التي يعيشها الناس في حياتها. اليوم مديرية أوقاف سوهاج بفضل الله تبارك وتعالى تشارك مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج حفل تكريم العلماء في أبحاثهم. ويكفينا أن نعلم قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول القائل: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، تفز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فمديرية أوقاف سوهاج لا تألو جهدا في المشاركة المجتمعية مع كل فئات المجتمع وخاصة كل الدراسات، لأن احنا في تعاون بيننا وبين كل الدراسات وخاصة في مجال الدعوة، في طبعا أساتذة كلية دراسات جامعة الأزهر يشاركوا معنا في مجالس الإقراء وندوات ولقاءات الكثيرة متعلقة بالدعوة، كذلك في أساتذة من جامعة الأزهر واعظات مشاركات معنا في دعوة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج تنظم احتفالية لتكريم البحوث المتميزة لأعضاء هيئة التدريس. خالد المشنب لقناة طيبة.